طيب نروح بقى للشارع، وانا جدا بحب البابس دي جدا، بحب كده الناس اللي في الشارع ناخدهم، يعني عارف احنا بنخدهم كده، بناخدهم على غفله نشوف رايهم ايه، ونرجع بقى للناس المتخصصه نعرف انا لما اسخن واتجنن واحس ان انا عايزه ارد بوست ابوس ايدك اقفي عندك هقول لك تعملي ايه قبل ما تكتبي البوست. يلا بينا. الفيسبوك زي ما له مزايا كمان له عيوب، وخصوصا لو اهل جوزك عندك على الفيسبوك وحطيتي بوست وسمعتي كلمه من هنا كومنت من هنا ورديتوا على بعض، وهوب ممكن تقلب خناقه بينك وبين جوزك، وممكن الموضوع يتطور ويحصل اللي عمرك ما كنت تتخيليه. كل ده عشان ايه؟ كلمتين على الفيسبوك. نهار ابيض، جوزك جه كنا نسافر. قولي لي، اهل جوزك عندك على الفيسبوك؟ اه. اهل جوزك عندك على الفيسبوك؟ ايوه. لا طبعا. بتحصل خناقات او مشادات في كومنتات كده ممكن تبقى لذيذه او بالعكس؟ لا 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 ابدا، بالعكس احنا صحبه مع بعض كتير يعني. هو كده هما اللي بيكتبوا؟ اه بس ما هوش هاخد الكلام عليا. عادي يعني. حظي حلو. حظك حلو؟ علاقتكم على الفيسبوك طيبه؟ لا 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 لا، علاقتنا جميله قوي ببعض. اخواتي اللي يقول لي كلمه وحشه ارد عليه بكلمه وحشه. اه لو حاجه ظلمه او حاجه ضايقتني قوي قوي يعني اه ارد. ملوش قلب. وحيد. ليه يعني؟ هم قال لي الزوج لازم يبقوا اعداء؟ لا عادي والله. في مره كتبتي بوست او عملتي حاجه وكان ليهم كومنتات حسيتيها ان هي بايخه شويه؟ لا ابدا ابدا. ما بتحطيش بوست مثلا فتلاقي كومنت مش شايفاه مناسب، شايفاه بايخ؟ لا والله خالص، الحمد لله كله في وضوح يعني. هرد عليهم باخد حقي. لا طبعا مش هسكت. دام الواحد متفاهم الاطراف الثانيه والاطراف الثانيه متفاهماه وبيتعامل بادب، خلاص اكيد ما فيش هيبقى فيه حاجه سيئه. اللي كتب ده لو جريء هيواجهك بالكلام، انما يعمل كده كلام عمومي يعني. مش انا، انا من بني. ايوه مش ايوه ايوه مش انا. دي شطاره. كل واحد بيكون في حاله فدي بتبقى لطيفه يعني. الدنيا ماشيه بيس الحمد لله. امسك الخشب. اختك قالت، اختك عملت، حصلت كذا، مش عارفه ايه ليه يعني، وفي ايه، فيحاول هو يقرب المسافات، يقول يعني لا الوجهات نظر احسن من كده، لا زي مش زي ما انت فاكره، كان قصدهم حاجه تانية يعني. تردي عليهم وهما بيردوا عليكي وهو ما بيتدخلش؟ لا ما بيتدخلش الحقيقه يعني. هو لو انا ليه حق طبعا لا بيجيبه لي اكيد. لا هو انا بحكي له يعني، انا بحكي له، بس هو بصراحه بيشيل ايده من الموضوع، يقول لي اتصرفي انت ماليش دعوه. انا بحب الناس كلها والناس كلها بتحبك. ربنا يخليك. الأول طبعا لازم أشكر لمياء حمدين مذيعة التقارير الخاصة بيحكى أنا، بجد شطورة يا لمياء وبتدي التقارير كده روح حلوة.